أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أميرة كتيبة ثوار طرابلس هيثم التجوري مع مدير مديرية طرابلس صلاح الدين السموعي في ميدان الشهداء في المدينة. هذا فيما أفادت مصادر مطلعة أن سبب تواجد التجوري رفقة السموعي هو العمل على تحويل ميدان الشهداء لموقف للسيارات بعد منع اصطفافها في الشوارع المجاورة معه منعا للازدحام.